من اربح مع اماني هي اليوم من سوق شرق. خليكم معاي بنربح كل الناس وايد هدايا كاش. من السالف معه؟ ربعي. ها؟ ربعي. ربعي بالجروب. ربعك بالجروب؟ تقدر تقولي مالك شغل؟ لا. أتغش ما. ترى أتغش ما. شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. شلونك مع كرة القدم؟ كرة القدم عارف عليه. عارف عنها. الحمد لله. تلعب؟ أي. ما تروحون أنتم بالكويت هني وايد بعد الفطور الناس يتجمعون ويلعبون. وايد. إذا أي فريق تشجع على مستوى العالم؟ منتخب برازيل. برازيل. فريق برشلونة. برشلوني. ماش فيهم برشلونيين زايدين آخر حلقتين بالعيد؟ ماش فيكم؟ ما أحبكم. أحسن ناس. بس روحي رياضية. بس ما أحبكم. شلون ما أدري؟ سؤال يقول في لاعب ملقب بالجوهرة السوداء وألقاب اللاعبين معروفة. أعطيك اختيارات ولا تعرفه؟ خيارات عشان يكون أسهل. بيلي ولا رونالدو؟ واحد بيلي. أنا برازيلي عاد بيلي. مفروض يعني تكون عارف. مفروض تكون عارف وأنت صح 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 صح. ألف مبروك قناة ثلاثة الرياضية اللي تدعم الشباب ورياضة. عطيتك كاش وهذه آخر هدية آخر حلقة وأنت آخر فائز وختامها مسك معك. شكرا. يعطيك العافية. كل عام وأنت بخير. No more cash. بالنهاية أقول لكم كل عام وانتم بألف خير. تشرفت فيكم هذه السنة. السنة الجاية راح يتجدد اللقاء بإربح مع أماني، لكن لقائي معكم راح يتجدد دائما من خلال هذه القناة المميزة. باي باي وألف مبروك حق كل اللي فازوا، وكانت جولة رائعة معكم خلال الشهر الفضيل وخلال العيد. باي باي.